تحسن الأوضاع في إدلب أو ثباتها على أقل تقدير ليس أمراً ممكناً، بل إن هذه المنطقة ستبقى ساحة رحبة للسجالات والمفاوضات التي لا تنتهي. تغلظ روسيا من مطالبها تركيا وتقدم مجموعة من المقترحات لترسيم جديد للحدود الشائكة شمال غربي سوريا. ترفض تركيا بعض هذه الاقتراحات وتبدي ليونة تجاه أخرى، وذلك ما تدعيه وسائل إعلام روسية. قابلها صمت تركي مؤقت، ومن ثم حديث غير مطمئن عن مدى كارثية الوضع في إدلب إذا ما أصر الأسد وروسيا على الضغط الميداني كالعادة للحصول على نتائج في المفاوضات. في محورنا الثاني ننتقل إلى جدلية أخرى طرفها أيضا روسيا، التي تبدو أنها غير متأكدة بعد، وذلك وفق ما تنقله وسائل إعلام روسية، غير متأكدة من إمساكها بزمام كامل الأمور في سوريا، وتملك من الشك كثيرا حيال تصرفات نظام الأسد الذي يبدي تململا تارة ويتعامل بحساسية زائدة مع النصائح الروسية تارة أخرى، والتي تزايدت في هذه المرحلة مع انتهاء المعارك الكبرى وتحول الصراع لأروقة السياسيين، الأمر الذي يتطلب مرونة من الأسد، وهو ما تطلبه روسيا ويمتعض منه الأسد. أهلا بكم في سوريا اليوم. أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إن المباحثات مع الجانب الروسي في أنقرة لم تكن مثمرة، مؤكدا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والتركيز على المفاوضات السياسية. وألمح الوزير التركي إلى إمكانية انتهاء العملية السياسية إذا بقيت روسيا متعنتة في موقفها تجاه ملف إدلب. المزيد في التقرير. يبدو أن الاتفاقات التركية الروسية حول إدلب بدت متأرجحة وأكثر هشاشة من ذي قبل. وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يقول إن الاجتماعات لم تكن مثمرة، في إشارة إلى تعثر في المباحثات التي جرت بين خبراء عسكريين روس وأتراك في أنقرة لمناقشة التطورات الميدانية وتسيير الدوريات المشتركة على طريق إنفور، بعد توقف الجانب الروسي عن المشاركة في الدورية الأخيرة على الطريق ذاته. الجانب الروسي الذي بدا اكثر وضوحا في موقفه طلب صراحه من الجانب التركي تقليص نقاط المراقبه المنتشره في ادلب على حدود سوتشي، وتلك مطالب قابلها رفض تركي في بعضها وليونه في بعضها الاخر. وافقت خلالها انقره على تقليص اعداد قواتها وسحب الاسلحه الثقيله والنوعيه من المنطقه المتنازع عليها جنوب طريق انفور بحسب وسائل اعلام روسيه. المطالب الروسية على ما يبدو تعتبرها أنقرة نسفاً لاتفاق سوتشي الموقع بين الجانبين وتثبيتاً لحدود جديدة بين مناطق النظام والمعارضة، ما يؤثر بشكل سلبي على سير العملية السياسية حسب تصريحات أوغلو الذي أكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والتركيز على المفاوضات السياسية. وألمح الوزير التركي إلى إمكانية انتهاء العملية السياسية إذا بقيت روسيا متعنتة في موقفها تجاه ملف إدلب. يبدو أن روسيا تأخذ خط التصعيد في محاولة لتقليص القوة التركية في إدلب وزيادة أوراق قوتها في الملف السوري، فهل تقابلها أنقرة بالتركيز على المفاوضات السياسية أم سيكون لها خيارات أخرى بعد تعزيز قواتها العسكرية على خطوط التماس في المنطقة؟ لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الكاتب والصحفي محمد شيخ يوسف، ومعنا عبر سكايب من موسكو سامر الياس الصحفي المتخصص بالشأن الروسي. أرحب بكم. أبدأ معك أستاذ محمد. تشاوش أوغلو إذن قال إن الاجتماعات مع الروس ليست مثمرة، ما الذي حدث خلال هذه الاجتماعات؟ لماذا خرج بهذا الانطباع؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والضيف الكريم من موسكو. أهلا. طبعا هذه الاجتماعات لم تحفل بأي شيء جديد حتى الآن، لا زالت المواقف ووجهات النظر متباعدة من أجل الحل المستقبلي في إدلب. نعلم أن هناك
تم التوصل إلى اتفاق في موسكو بين أردوغان وبوتين في 5 آذار مارس الماضي، وبعد ذلك لم يحصل أي تطور. كان هناك حفاظ على وقف اطلاق النار وهو اتفاق نار مؤقت. الجانب الروسي حمل معه مجموعة من المطالب التي اصطدمت بالرفض التركي. يعني أبرز المطالب التي كانت موجودة هي سحب تركيا لقواتها العسكرية وسحب نقاط المراقبة، ورافق ذلك أيضا دفع النظام لمواليه للتظاهر أمام نقاط المراقبة التركية. وهذا جديد خلال هذه الاجتماعات، لم تطرح هذه النقاط سابقا بين الطرفين. هو للواقع هذا الطرح موجود في كل الاجتماعات، يعني خاصة بعد الخروقات التي بدأت بها قوات النظام بدعم من روسيا واقتحام لحدود سوتشي، كانت هذه المطالب توضع على الطاولة في كل مرة. ولكن الجديد في هذه المرة أنه الجانب الروسي نقل ذلك إلى الإعلام، بدأ التحرك على الأرض. يعني الجانب الروسي يقول في عدة اجتماعات سابقة بأن نقاط المراقبة الآن لم يعد لها دور، يعني ماذا تراقب؟ الآن المنطقة كلها تحت بيد النظام وعلى تركيا سحب هذه النقاط. لكن الجانب التركي ليس متعنت بسبب أنه لا يريد سحب هذه النقاط، هو أبدأ مرونة من قبل وعلى لسان مولود شاوشغلو وزير الخارجية أنه يمكن تبديل مواقع نقاط المراقبة، ولكن ضمن اتفاقية شاملة في المنطقة تتضمن وقف إطلاق نار شامل، وهو الأمر الذي لا تقبل به روسيا. نقطة الخلاف الآن بين الجانبين هي الوصول إلى اتفاقية شاملة تضمن وقف إطلاق نار شامل. وهذا على كل ما تحدث به الإعلام الروسي، أن تركيا لم يكن هناك اتفاق أو تفاهم حول موضوع سحب النقاط، ولكن كان هناك مرونة تركية بحسب تعبير وكالة سبوتنيك حول موضوع سحب السلاح النوعي. هل هذا ما حدث فعلا؟ هل كان هناك موافقة تركية على إمكانية سحب السلاح النووي أو مرونة إن صح؟ نعم، لا يمكن لتركيا الآن الإقدام على هذه الخطوة ما لم يحصل هناك اتفاق شامل في المنطقة، لأن تركيا لديها الآن الورقتين، الأولى السياسية والثانية عسكرية. السياسية هو التهديد والتلويح بالانسحاب من مسار أستانا، وهو ما لمسناه من كلام الوزير التركي في مقابلة الأخيرة الليلة الماضية بأن العملية السياسية ربما تنتهي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. ربما تركيا سابقا أيضا هددت بانسحاب من مسار أستانا. النقطة الأخرى هو الحشودات العسكرية التي دفعت بها تركيا، هي لأن ما لم يحصل في طاولة المفاوضات بين الطرفين من تفاهمات كان لابد من وجود رادع على الأرض يردع قيام عمل عسكري من قبل النظام. ورأينا في الفترات الأخيرة كانت هناك حشود ولكنها توقفت بسبب التعزيزات العسكرية التركية. تركيا لا يمكن لها حاليا أن تسحب أي يعني سلاح أو جنود أو نقاط المراقبة ما لم يحصل هناك اتفاق شامل يضمن أولا وقف إطلاق النار، ويضمن أيضا عودة المهجرين إلى حدود سوتشي، لأن أي سحب لهذه النقاط من هذه الحدود هو تنازل من الجانب التركي، ربما يتبعه تنازلات أخرى، وهو ما لا تريده أنقرة أمام التفاوض. لكن عودة النازحين إلى منطقة سوتشي هل يمكن أن تكون مع سحب نقاط المراقبة؟ هل تعتقد أنه يمكن أن يعود نازحون إلى منطقة تنسحب منها تركيا اليوم؟ هذه النقطة الآن بين تركيا وروسيا، عودة النازحين والمهجرين تم التوافق عليها وتم تحديد المعابر، ولكن الخلاف هنا على ضمانات أمن وأمان العائدين، لأن تركيا قالت بأنها لا تريد أن يكون وإدارة المنطقة. ما هو الطرح التركي لها؟ إدارة المنطقة الطرح التركي ربما يكون بمجالس مشتركة وقوى أمنية يكون الجانب التركي جزءا منه، لأن المهجرين حتى لو كانت جانب يعني القوات الروسية وحدها هي التي تؤمن المنطقة لن تضمن العودة، وبالتالي هذه النقاط كلها يجب أن تكون ضمن اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، وهو ما تدفع به أنقرة في المفاوضات. دكتور سامر، ما أهمية بقاء أو خروج نقاط المراقبة بالنسبة لتركيا؟ يعني هذه المنطقة منطقة سوتشي بالنسبة لوضع إدلب ككل، وضع شمال غرب سوريا، ما الذي تعنيه؟ يعني مساء الخير لك بداية والسادة المشاهدين. أهلا دكتور. السيد محمد، يعني أنا أعتقد أن الجانب الروسي ربما سوف يفلح في الأيام المقبلة بإقناع الجانب التركي بالخروج من هذه المنطقة في حال قدم ضمانات، الشيء الذي أشار المحاور من الاستوديو هو عودة اللاجئين المهجرين من هذه المنطقة وضمان أمنهم في الفترة القريبة المقبلة ولاحقا كيف تدار هذه المنطقة، هي الأسئلة الأهم ربما على
على طاوله المفاوضات التي تخوضها تركيا. وفي المقابل اعتقد بان الجانب الروسي يسعى لان يكون خط انفور هو الخط الفاصل بين مناطق سيطره المعارضه السوريه وبين مناطق سيطره النظام ضمن تدابير معينه تمنع امكانيه حدوث اشتباكات او يعني عمليات عسكريه واسعه في يعني الصوت يصل متقطع دكتور، سنحاول يعني إعادة التواصل معك من جديد. ربما سيد محمد، يعني هذه الفكرة التي كان يتحدث عنها الدكتور وهي أن خسارة هذه المنطقة منطقة سوتشي سيجعل القوات على تماس مباشر، هل تتوقع فعلا أن يصل الأمر إلى خسارة منطقة سوتشي والذهاب نحو تصعيد جديد؟ هل الطرفان اليوم بحاجة إلى هذا التصعيد للعودة إلى طاولة التفاوض بشكل أكثر جدية؟ يعني إذا لم يكن هناك تفاهم على الطاولة سيكون هناك تصعيد على الأرض، ولكن الآن هناك واقع ميداني جديد، هناك خشية بالفعل من الطرفين بأن يكون هناك تصادم، لأن الآن التواجد العسكري على الأرض التركي هو تواجد مكثف وبلغت عدد النقاط التي تنتشر فيها القوات التركية بالعشرات، وهي تنتشر على طول الطريق وتؤمنه، وأيضا تركيا عملت على تسليح جيد وتدريب جيد لقوى الجيش الوطني والفصائل التي يعني تستطيع أن تؤثر عليها، وبالتالي أي عمل عسكري في المنطقة سيحمل مخاطر كبيرة، والجانب التركي هدد بشكل واضح بأن أي تصعيد في هذه المنطقة سيكون له نتائج أخرى على الناحية السياسية، ستنهي العملية السياسية على سبيل المثال. لكن يعني هذا لا ينسجم مع إمكانية سحب السلاح النووي من قبل تركيا من المنطقة؟ يعني طبعا لن يكون هناك سحب للسلاح النووي في المنطقة ما لم يكن هناك اتفاق شامل. الآن نحن نتحدث عن رغبة تركيا بأن تتحول إدلب إلى منطقة آمنة تشبه منطقة درع الفرات وغصن الزيتون، يكون فيها السيطرة للقوات التركية مع الحلفاء على الأرض من المعارضة السورية، وهذا لكي يتم تشكيله تركيا تدفع دائما بأن يكون هناك وقف اطلاق نار شامل منذ توقيع اتفاقية سوتشي ومنذ تشكيل منطقة خفض التصعيد. لكن الجانب الروسي وبحجة وجود هناك فصائل راديكالية يعمل دائما على التصعيد في المنطقة ويعمل على التجاوز والخروقات التي حصلت. تركيا بعد أن فشلت جهودها الدبلوماسية في ردع روسيا بدعم النظام لهذا التقدم الذي حصل، ومؤخرا شهدنا كيف تقدمت قوات النظام وسيطرت على الطريق M5، وبالتالي تركيا لم يكن لديها خيار سوى إدخال سلاحها النوعي، قواتها المقاتلة التي انتقلت من حالة المراقبة هناك إلى حالة قتالية، وبالتالي انسحاب هذه القوات وسحب السلاح النووي يعني الرضوخ إلى مطالب الجانب الروسي، وهذا يعني بالضرورة تقديم تنازلات. الآن الجانب الروسي يطالب بشدة بأن يكون هناك فتح للطريق الدولية حلب اللاذقية M4، وتطالب بأن يكون هناك سيطرة للنظام على هذا الطريق مثلا. هذه المطالب غير مقبولة من الجانب التركي. موضوع جنوب الطريق الآن المتبقية بيد المعارضة هي أيضا نقطة خلافية بين الطرفين. كل هذه الأمور من أجل حلها يحتاج الطرفان التوافق، وعلى مدى السنوات السابقة لاحظنا أن الطرفان يجنحان للتوافق والاتفاق، وكما رأينا في ليبيا أيضا يعني هناك ميول للاتفاق بين الجانبين. أعتقد أن المرحلة المقبلة ربما تشهد مزيد من الاتصالات للوصول إلى التوافق، وإلا فنحن أمام يعني تطورات. طيب. يعني بما أنك أتيت على ذكر ليبيا دكتور سامر، هذا التداخل في الملفات الموجودة اليوم بين الجانبين بين روسيا وتركيا إلى أي مدى يخدم الوضع في شمال غربي سوريا؟ يعني لاسيما أنه ما رشح في الإعلام أنه كان هناك توافق أكثر حول الملفات في ليبيا بينما اختلف الطرفان حول ما يجري في إدلب. نعم، يعني بداية الأمور بالأساس هي مرتبطة، الملفات الليبية الملفات بين روسيا وبين تركيا مرتبطة بشكل كبير ببعضها، وربما كانت إدلب صندوق رسائل احيانا من اجل الضغط على الطرف الاخر للتقدم بالمفاوضات، لكن الاشارات الايجابيه حول توافق تركيا وروسيا بموضوع ليبيا بطبيعه الحال سوف تؤدي الى تقدم في الملف الليبي الى الملف في ملف إدلب في وقت لاحق، وان كانت الخلافات حتى الان موجوده بين الجانبين الا انهما مرتبطان ولا يستطيعان بشكل او باخر التخلي عن الحليف الاخر. هما حليفان صعبان، هناك مطالب ربما تكون مختلفة، وهما متفقان على الهدف النهائي وهو
أن تركيا لن تكون محتلة لأراضي سوريا في حال بعد إنجاز الحل السياسي النهائي، وهو ما تصر روسيا عليه دائما في جميع الاتفاقيات. الآن روسيا تدرك تماما بأن الطرف الأساسي الذي يمكن أن يعطل أي مشروعات لها في سوريا هو تركيا، نظرا لوجود حدود طويلة بين البلدين، نظرا لأنها تتمتع بعلاقات جيدة مع كثير من الفصائل المسلحة الموجودة في مناطق درع الفرات اسم الزيتون وإدلب، وأيضا الجيش الوطني الموجود في المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا. لذلك أنا أعتقد بأن الجانبين محكومان بالتوصل إلى تفاهمات ربما تكون صعبة حاليا، ولكنهما لا يستطيعان تحمل عدم وجود اتفاق فيما بينهما، والأيام والسنوات الماضية أثبتت بأنهما قادران على تحقيق هذه التوافقات. كيف يمكن إخراج هذا الموضوع؟ أنا أعتقد بأن الجانب الروسي مهتم جدا بفتح طريق M4 و M5 بشكل أساسي، وهذا يخفف الضغط اقتصاديا عن النظام. الجانب التركي ربما يسمح بخروج قوات نقاط المراقبة التي باتت بعيدة تحت أو ضمن المناطق التي سيطر عليها النظام في تصعيده الأخير قبل التوصل إلى اتفاقيات 5 مارس آذار من العام الحالي، ولكن في المقابل يريد وجود ضمانات بعدم تكرار هذا الموضوع، بتكرار أي معركة كبيرة من جانب النظام. الجانب الروسي أيضا يقول بأن اتفاق 5 مارس آذار جنب أنقرة وموسكو والنظام السيناريو الأسوأ. يعني ما هي الضمانات لئلا يكون هناك تصعيد جديد؟ وأنت تفضلت بأن سحب نقاط المراقبة يجعل نقاط التماس أكثر سخونة بين الجانبين، كيف يمكن ضمان لا يكون هناك تصعيد من الطرف الآخر، لاسيما أنه يعني اعتدنا في هذه المنطقة دكتور أنه لا اتفاق جديد ولا حدود جديدة إلا بعد تصعيد كبير؟ هذا صحيح تماما. دائما وابدا نحن نشهد بان هناك معارك ثم قدم تدريجي لمجموعه من الاراضي، ولكن الان الجانب الروسي خياره واضح في هذا الموضوع بانه لا وقت ولا امكانيه للعمليات العسكريه النشطه الكبيره في مناطق شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا، ولذلك هو مع عمليه تحريكيه صغيره ربما تفرج الامور بشكل او باخر من اجل التوصل الى توافقات. طيب الى اي مدى تتوقع ان يكون الطرف التركي مرنا في موضوع سحب النقاط؟ أنا أعتقد ونحن هنا نتحدث عن 3 نقاط، يعني عن مورك وصرمان وشيرمغار. يعني أنا أعتقد بأن الجانب التركي ربما ومن الممكن أن يكون مرنا في هذا الموضوع إذا حصل على ضمانات روسية كاملة بأنه يمكن نشر مثلا نقاط مراقبة، تعزيز نقاط المراقبة الروسية، الشرطة العسكرية في هذه المنطقة، عدم التنكيل بالنازحين واللاجئين الذين عادوا إليه، وهو يدرك تماما أيضا بأن الجانب الروسي ليس مع عملية عسكرية كبيرة، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى موجات نزوح كبيرة لا تستطيع تركيا طردها أو التوقف عندها، ويمكن أن تؤدي إلى مشكلات مع الاتحاد الأوروبي. وبنقطة أخيرة، أيضا الجانب التركي يملك نقطة مهمة جدا، وهو أنه ينسق مع الجانب الروسي في موضوع محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والعمل استخباراتيا وعسكريا بين الجانبين متواصل. لكن هذا الملف مرتبط بملف آخر، شرق الفرات. على كل سأعود إلى هذه النقطة، لكن بعد هذه المادة، حيث كانت القوات التركية قد كثفت من وجودها في الشمال السوري وعززت من مواقعها ودفعت بالمزيد من الأسلحة الثقيلة على طول خطوط التماس بين قوات النظام وقوات المعارضة كما كنا نتحدث منذ قليل، هذه المادة توضح لنا الموضوع بشكل أكبر. مع إعلان منطقة خفض التوتر بين الضامنين الثلاثة روسيا وتركيا وإيران نهاية عام 2017، بدأ الوجود التركي في الشمال السوري يأخذ منحا جديدا خارج حدود منطقة درع الفرات وغصن الزيتون، انطلاقا من 12 نقطة مراقبة أنشئت على طول مساحة المنطقة المحددة في إطار الاتفاق في أرياف إدلب وحلب واللاذقية وحماه الشمالي. تطورات المشهد في المنطقة دفعت تركيا إلى زج مزيد من قواتها عقب سيطرة قوات النظام بدعم روسي وإيراني على مدينة معرة النعمان وسراقب، مشكلة بذلك جداراً عسكرياً هو الأكبر من نوعه
على امتداد خطوط التماس بين مناطق النظام والمعارضة من سراقب شرقا وصولا إلى بداما في أقصى الغرب. وإضافة إلى نقاط المراقبة السابقة، أنشأت القوات التركية 4 معسكرات رئيسية وسط محافظة إدلب، وهي معسكر المصطومة ومعسكر معترم ومعسكر أوريم الجوز ومعسكر تفتناز. وكانت هذه المعسكرات بمنزلة نقاط ارتكاز رئيسية لقواتها في المنطقة، ثم نشرت باقي نقاطها على محاذاة الطريق الدولي M4 من الجهة الجنوبية بدءا من نقطة حميشو بمحيط سراقب، ثم مجلية ومعر طبعي وكفرلاتة وترعان وشنان ونحل وإحسم وبسامس، إضافة إلى نقاط جديدة أحدثت مؤخرا في فركيا وبسنقول ومرعيان وصولا إلى قمة النبي أيوب ذات الموقع الاستراتيجي المطل على سهل الغاب، مرورا بنقطة اشتبرق في سهل الروج، يليها الطيبات وبكسريا وبداما في أقصى غرب المحافظة. حولت القوات التركية نقاطها إلى مواقع حصينة وشحنتها بأكثر من 10,000 جندي مدعومين بجميع أنواع الأسلحة الهجومية والدفاعية من دبابات وعربات مجنزرة وكاسحات ألغام وغيرها، إضافة إلى رادارات أرضية وعربات اتصال وعربات دفاع جوي أبرزها منظومة الدفاع الجوي المتطورة المعروفة باسم حصار A، كما عمدت إلى تأمين غطاء جوي متواصل لقواتها البرية عبر طائرات F-16 والطائرات المسيرة بيرقدار والعنقاء، والتي كان لها مشاركة فاعلة ودورا حاسما في المعارك الأخيرة. استطاعت تركيا من خلال رفع مستوى وجودها العسكري في الشمال السوري إرغام الأسد وحلفائه على وقف هجومهم على المنطقة، وفرضت حتى الآن مقدمة جديدة لحل مشترك بعيدا عن الأعمال العسكرية، كما أكدت عبر تصريحات كبار المسؤولين سعيها الدائم إلى حماية حدودها وأمنها القومي والحيلولة دون إكمال سيطرة الأسد على المنطقة، وما يعقبه من موجات نزوح تتحمل تركيا تبعاتها بالدرجة الأولى. وأيضا حرصت تركيا على تنفيذ بنود الاتفاق الأخير الملخصة بتسيير الدوريات المشتركة على طول طريق M4 الدولي، وكذلك تفكيك الفصائل المتشددة وتهيئة المنطقة لإدارة مشتركة مع روسيا من خلال الفصائل المحلية، الفيلق الخامس الذي يتبع إدارته إلى روسيا، والجيش الوطني الذي يتبع إلى تركيا بشكل مباشر. أعود إليك دكتور سامر. في إحدى مقالاته الأخيرة كتب دكتور سمير صالح أن الكثير من الأصوات المحلية والإقليمية الجديدة تتقاطع عند ضرورة تفكيك عقدة هذا الإرهابي مقابل ذاك الإرهابي، يعني هذه الفكرة التي كنت تتحدث عنها منذ قليل، إلى أي مدى يؤثر هذان الأمران على بعضهما، لا سيما مع الخطوة التي اتخذت أخيرا بتوقيع مسد لاتفاقية في موسكو مع تكتل قدر جميل، إلى أي مدى أثرت مع العلاقة مع الأتراك؟ يعني بداية الجانب ربما يكون هناك صلة مباشرة بين ما يجري في شرق الفرات وبين ما يجري في إدلب، هذا مؤكد لأن الجانب الروسي في النهاية له مخطط واضح وهو عودة الأراضي السورية كاملة موحدة إلى نظام أو إلى أي حكومة تتبع دمشق وتكون ممثلة لكل السوريين. الآن هم يعتقدون بأن النظام هو ممثل السوريين ويجب أن تعود هذه الأراضي إليها. لكن الفكرة الأهم أنا أعتقد بأنه الجانب الروسي الآن إذا أراد أن ينهي عملية محاربة الإرهاب في إدلب وفصل الفصائل الإرهابية أو العناصر المتشددة عن العناصر المعتدلة وبقاء هذه العناصر المشرفة على منطقة إدلب في الفترة القريبة المقبلة، لابد له أن يتعاون مع الجانب التركي، وإذا لم يتعاون معه فإن هناك إمكانية كبيرة لأن يتسرب عدد من العناصر الإرهابية عبر تركيا، وهي المعبر الوحيد الذي يمكن أن يصل فيه الإرهابيون إلى روسيا، لأنها تملك حدودا مع الجانب مع آسيا الوسطى ومع روسيا، يعني مناطق محاذية لروسيا، وفي المقابل هي التي تملك حدود مع إدلب. لذلك أنا أعتقد بأن الجانب الروسي يدرك تماما بأنه يجب أن ينسق مع تركيا وأنه لا يريد تصعيدا كبيرا في هذا الموضوع بانتظار الحل السياسي. طب هناك وعود أخرى أمام روسيا منتظرة منها، وهي حل ملفي منبج وتل رفعت،
هل ستذهب روسيا في هذا الاتجاه من أجل استقرار الوضع وعدم الوصول إلى التهديد التركي بإيقاف الحل السياسي؟ أنا أعتقد بأن الجانب الروسي سوف يذهب نحو تنازلات، والجانب التركي سوف يذهب نحو تنازلات معينة أيضا في ملف إدلب وفي ملفات أخرى من أجل تسهيل الحل السياسي ومن أجل بقاء الأمور على ما هي عليه. على الأقل نحن شهدنا تثبيتا في مواقع القوى المتحارب في سوريا منذ نحو 6 أشهر حتى الآن، والجانبان مهتمان بهذا الموضوع ويملكان من أوراق القوة والضغط على الطرف الآخر. وصلت الفكرة دكتور. الوصول إلى حل وسط مناسب للطرفين من دون عمليات عسكرية كبيرة. هل سيكون هذا سيد محمد بعبارة واحدة بدون تصعيد؟ تعتقد أن الطرفين يمكن أن يذهبان بدون تصعيد إلى اتفاق؟ يعني على المدى القريب لا أعتقد أن هناك تصعيد سيكون. الآن الجانب الروسي يستفيد من موضوع انشغال تركيا في محاورة الاتحاد الأوروبي والخلافات الجارية شرق المتوسط. تعتقد روسيا أن تركيا منعزلة حاليا، ولدينا الآن انتخابات أمريكية تحاول أن تحقق هذه المكاسب على طاولة المفاوضات. عسكريا سيكون الثمن كبير جدا، وإن كان هناك أي تصعيد فسيكون محدود وليس على المدى القريب. لذلك أتوقع أن تستمر التهدئة فترة ومن ثم ربما تعود المفاوضات. شكرك، شكرا جزيلا الكاتب والصحفي محمد شيخ يوسف، كنت ضيفي في استوديو. شكرا أيضا لضيفي من موسكو دكتور سامر الياس الصحفي المتخصص بالشأن الروسي. مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لمتابعة الحلقة، فابقوا معنا.